فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الإجارة على أعمال القربات كالرقية وتدريس القرآن فيعين أجرته قبل البداءة بعمله؟ الأجرة على تحفيظ القرآن وتعليم العلم جائزة، لا بأس بها، وعلى الرقية أيضا جائزة، بدليل حديث الذي لدغته الحية من أحياء العرب، وجاءوا إلى الصحابة وسألوهم هل عندهم راقي، قالوا نعم، ولكنكم لم تضيفونا فلا نرقيه إلا بجعل، شارطوهم على قطيع من الغنم. فجاء أحد الصحابة وقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، شفاه الله. استاقوا الصحابة القطيع، ذهبوا به إلى المدينة وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، تعليم والرقية، تعليم العلم لا بس، تدريس الآن في مرتبات، تدريس العلوم الشرعية، تدريس الأذان والإمامة والقضاء، كل هذا في رزق من بيت المال، ما هي رزق إلا هذا، لا بأس به. نعم. لكن تأخذ إجرة على الصلاة أو على الصيام أو على ما، هذا ما يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.